خطة موضوعة من خلال هذه الخطة كانت ممكن تنجح وممكن تفشل. الناس بتعمل أقصى مجهود ليها، سواء لجنة التخطيط مع المشرف العام على كرة القدم كابتن خطيب، علشان يعملوا من وجهة النظر اللي هم شايفينها إن الفرقة دي خلال الفترة اللي جاية هتاخد كل حاجة. فاللي ما بيشجعش النادي الأهلي أكيد بيتضايق. فالدوري خلص، قال لك لا خلاص، ده النادي الأهلي مش هيكسب أي بطولة تانية، في فرق تانية أفضل كتير من النادي الأهلي. ماشي، أوكي. كان لما حد يجي يقول لي الكلام ده كنت بسكت بصراحة، لأنه ما ينفعش لا تجادل ولا تناقش. أنا ولا بجادل وأنا بناقش، أنا بالنسبة لي الشاشة أتكلم عليها أو من خلالها، والملعب لما كنت بلعب أو لما النادي الأهلي بيلعب. فأنا قلت خلاص خلينا نستنى نشوف ماتش السوبر. 65 دقيقة درس في كرة القدم، درس في كرة القدم، درس في كرة القدم الحديثة. بعدين اتنين قلبي دفاع، مشكلة كبيرة جدا، العمود الفقري للنادي الأهلي كله تعبان، تعب، لأنه الاتنين قلبي الدفاع اتصابوا واتشالوا، اتحط محمد هاني الباك رايت لعبه ستوبر أو لعبه سيرد باك، وجاب حمدي فتحي نزله في هذا المكان. وحمدي فتحي الحقيقة كان مالي نص الملعب، لما رجع ورا الدنيا فتحت شوية. هي دي الكورة. نادي الزمالك استغل خطأين من محمد الشناوي ومن حمدي فتحي اللي هما ضربتي الجزاء ودخل جونين. ما استغلش بقى، هل في أخطاء بعد كده حصلت؟ لو في أخطاء حصلت كان يبقى في جوان، ولكن ده ما حصلش وما كانش فيه فرص. كان في ضغط طبعا، كان في ضغط ولكن ما كانش فيه فرص. فالحقيقة دايما بقول لحضراتكم هو النادي الأهلي كده، النادي الأهلي بيزعل الناس جدا، بيزعل الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي جدا جدا. انت ازاي الناس كلها تقول ان انت مش هتكسب الدوري وتكسب الدوري في ظل حروب غير طبيعية؟ خدت الدوري، قال لك خلاص بقى ده كل الأندية بسم الله ما شاء الله وكذا وكذا وكذا، وكل الأندية طالعة هتنافس وهتعمل وكذا وكذا. لا، السوبر بقى الزمالك هيكسب الأهلي. طبعا احنا كأهلوية بنسكت دايما، زي ما بقول لحضراتكم الملعب بالنسبة لنا. أما النادي الأهلي كسبان السوبر وكسبانه بأداء ممتع، بأداء ممتع وراقي وجيد، نتمنى ان هو يستمر. فالناس بتتضايق، فخلوا الناس تطلع اللي عندها، معلش مفيش مشكلة، خلوا الناس تطلع يا جماعة، ما عندناش أدنى مشكلة في مع أي حد، اللي عايز يقول حاجة يقولها، وإحنا بنصحح بمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام، ما عندناش أي مشكلة، بنصحح المعلومات المغلوطة، بنقول للناس من خلال القراية طبعًا. إحنا أنا واحد من الناس لعبت كورة كتير جدًا، لكن أنا بتكلم على كمان إن الواحد بيقرا في المعلومات دي. كرة القدم دي عبارة عن إيه؟ عن أخطاء بيرتكبها المنافس عشان المنافس اللي قدامه يكسب. هي دي كرة القدم. فأنا بكسب بأخطائك وبشغلي. شغلي ده اللي هو إيه؟ إن أنا بنزل أجاييه في نص الملعب عشان أفضي حتة في ورا السرد باك، ورا الاتنين الاستوبرين اللي واقفين، فبيقطع فيها حسين الشحات أو رمضان صبحي. ده شغل. فالخطأ بتاع لعيبة الزمالك إيه؟ أو الاستوبرين بتوع الزمالك إيه؟ إن هم بيطلعوا ورا أجاييه وبيفضوا الحتة دي، لكن لو كل واحد متمركز في مكانه كان هيبقى الموضوع مختلف. فهي خطأ. اللي أنا بقصده من الكلام ده كله إن في النهاية يعني إن النادي الأهلي أنا عارف إن هو تعب ناس كتير ومضايق ناس كتير ما بتشجعش النادي الأهلي، اللي هم الشوية اللي فوق 60 مليون ولا 70، يعني اللي باقيين يعني. فالنادي الأهلي مضايقهم. جماعة ما تتضايقوش والله، حاولوا تعملوا زي النادي الأهلي، حاولوا تعملوا زي إدارة النادي الأهلي، حاولوا تعملوا زي لعيبة النادي الأهلي، حاولوا تعملوا زي جمهور النادي الأهلي. تعلموا، مفيش مشكلة، ما عندناش أدنى مشكلة، ما عندناش أدنى مشكلة.